نجل المرحوم شحات أنور، ونقول له: يا سماحة الأستاذ أنور شحات أنور، حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني مدينة الأهواز المؤمنة والولائية، وهذه الشباب في هذه الليلة، ليلة القدر، مشتاقين لاستماع صوتك الجميل. ونستقبل سماحة الأستاذ وضيفنا العزيز من بلدة مصر، ألا وهو أنور شحات أنور، بثلاثات عالية عالية على محمد وآل محمد. رجاء الجلوس، رجاء. شكرا شكرا. أيحسب
بل يريد لا تحرك به لسانك
كلا 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 بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا 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 بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق
فلا صدق ولا صلى. ولا you
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس